طبعا احنا كنا النهارده في مؤتمر وحده السكر كليه الطب جامعه المنوفيه في اسكندريه، وطبعا انا كان ليا محاضره عن استعمال المناظير في علاج سواء حالات السمنه او علاج حالات السكر الغير مستقره او اللي هي ما بتستجبش للعلاج والتنظيم الغذائي والعلاج سواء كان بالاقراص او بالحقن الانسولين على سبيل المثال. لغاية وقت قريب كان العلاج بتاع السكر كله عبارة عن استعمال الإقراص واللايف ستايل أو نسميه نوع تنظيم الأكل والكلام ده. نعم، في الفترة السنين الأخيرة مع استعمال مع ظهور العمليات وكثرة استعمال العمليات اللي بتؤدي لتقليل الوزن، لو إن هي بتنظم السكر وتنظم الضغط، وخصوصا في العينين اللي ما كان عندهم سكرهم مش منتظم قبل العملية. ومن هنا طلعت فكرة ان احنا ممكن نستعمل المناظير بنفس الطريقة. مثلا يعني المنظار احنا ممكن بنركب بيه بالونة في المعدة او اسباب حاجات اخرى مختلفة ان احنا بنعمل ناخد غرز داخل المعدة ان هي تقلل حجم المعدة، وده بيؤدي الى تقليل الوزن وبالتالي يؤدي الى تنظيم السكر. وعندنا بس عندنا طبعا حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها، ان العمليات ما فيهاش رجعه، بمعنى عمليات سواء تحميل المسار او تكميم المعده، يعني بيشيل جزء المعده ويرميها ويوصل الباقي، ما فيهاش رجوع، الجزء ده اترمى انتهت القصه. وبنلاحظ ان كتير من المرضى بعد ما بيعملوا العمليه دي بيعانوا من صعوبه في البلع وقيء مستمر، للاسف ما اقدرش تعمل لهم حاجه، لازم يأقلم حياته، ياكل بقى اكلات صغيره متعدده ويبقى الاكل بتاعه زي اكل الاطفال، ياكل بمعلقه صغيره مثلا. نعم، المناظير قصة مختلفة. لو احنا من المنظار ركبنا بالونة داخل المعدة او قللنا حاجة منها باستعمال خيوط الجراحية طبعا بطريقة المنظار، الكلام ده نقدر منه لو العين اشتكى في اي وقت سواء قيء مستمر او الام في البطن او نقدر نرجع بيه ونشيل الحاجة اللي اتعملت دي والقصة ترجع كأن مفيش حاجة. وبالتالي نأمل ان هي زي ما الجراحة اتحطت في الجايد لاينز العالمية ان هي ممكن تستعمل في العيانين اللي هو عندهم زيادة في الوزن ومرض السكر من النوع التاني مش الاول، طبعا النوع الاول ده ما ينفعش مع الكلام ده، احنا بنسميه في المرض السكر من النوع التاني، ممكن تتحط في هذا الكلام ويبقى ليها برضو المناظير سواء باستعمال البالونات او ان احنا نخيط المعدة ونقلل حجم المعدة، ممكن يبقى ليها وضع، ممكن تستعمل في العينين اللي عندهم النوع التاني من السكر واللي هم عندهم زيادة في الوزن. فنعمل الكلام ده نشوفه في القريب العاجل، وشكرا جزيلا.